ربي صوب تخريم واحدين رجال خمسة ونص بابا دوس. بس انا اريد اخذ غرض بسيط من هذا مركز عامري على السريع بس. هلالي لا تتاخر ترى انا موعدين رجال بسرعة الله يخليك. اذا غرق داخل روحوا شوفوا روحوا. لا انا حبيبي ايش التاخير يا عقب تقول غرض اشوف تار السله. يا جماعه الخير ترى الشركه الوطنيه للتوزيع ما مقصره ادارتها عمانيه 100% والاغراض تحصل في كل مكان. بس لكن هلال ورجال انتظرنا متاخرين ترى طاف الرجال خلنا نسوي بوس جيب سله غيرها. ما صارت ساعة كاملة زارعين في السيارة حاشا مو قاسين تسويون انتم مو مشترين وين ذا خربنا ذا يا جماعة مستحم الرجال من ساعة انتظرنا. هذا وصله سبحان الله عمره طويل جدا يعني. ابونا عمر طويل الله يا والدي وش هسوي انا ما اشتغل مكان وما عدنا امكانية ان اشترى اغراض مال العزل اكثر ما عارفي ولا واحد نتكفل انه يساعدنا واحنا توعدنا عزل. ابا خلي على الله بس خلي الله كريم. هلا هلا حمزة اقول لك اسمعني ولد الجار متوفي عدنا ولازم تو نلتقي عند المسجد. انت شفت الموضوع اقول لك انا شفته وخططت خلاص كل شيء حلو عندنا ظرفين ظرف بساهم فيه وظرف انت ساهم فيه. انا موجودات فلوسي مشينا البيت خلا يلا مشينا. يعني يا ابو منذر جايينك اليوم انا وابو يعقوب نعرف حالاتكم المادية واليوم جايين نساعدكم ونحن لما نشيل عنكم كل حاجة. هذا تفضل. احسنت وجزاكم الله خير. المهم نتراخص عنك ابو منذر. يلا مع السلامة. تمام لك دو مو ذي الحالة مو ذي المذلة ساعة ونص وانا انتظره لو المرة الاولى والمرة الثانية نمشيها ايش حد يسولها ما كذا اقبل الناس. لكن ما علي خله بس يوصل ترتيبه عندي انا ذا اعرف له كي مواعيد عركوبه وازها لي وقت لوم انتم صار له سجل والحالة وبيوت وحي سجل اسمي ما يتعدل. محمد انا خلق متاخرين كوم كوم خلي السيارة تعال راويك سبقة تحت لا يحرك بعدين تعال تعال بسرعة جاينا يا سيدي سوري وانت يلا بابا روح اشتري سوري هنا يلا ونعيده وابي روح اجيب سبانه 13.